قبل الأخير، 12 نقطة فقط لفريق العربي بفارق 3 نقاط عن متزيل الجدول المرخية وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز العاشر الخرطيات. من هنا تأتي صعوبة المهمة للفريقين، السد مطاردة الدحيل من أجل حد اللقب الغائب، والعربي من أجل الهروب من الهبوط. استاد وملعب جاسم من حمد، ملعب نادي السد، ملعب البطولات، يحتضن أحداث هذا اللقاء وسط حضور جماهيري قليل. نعم هناك حضور لبعض الجماهير، لكن لا يليق أبدا بقيمة الفريقين ولا بقيمة أهمية المباراة ولا الموقف الحرج الذي يتعرض له فريق النادي العربي. أين جماهيره الكبيرة؟ بينما السد بعدما نجح في الفوز على الوصل هناك في الإمارات جاء بثلاث نقاط غالية في أول جولة في دوري أبطال آسيا، وعن جدارة عاد للقاء بعدما كان متأخرا بهدف. سجل بغداد بنجاح هدفين وحصد الزعيم ثلاث نقاط غالية في بداية مشواره من أجل البطولة الثالثة على مر التاريخ، دوري أبطال آسيا. الكل يدعو ويتمنى أن تكون عربية، خاصة هنا في قطر بحكم أربع فرق هم الفرسان الأربعة يشاركون في دوري أبطال آسيا. جمعوا 7 نقاط من 12، حصيلة جيدة مما لا شك فيه، والقادم إن شاء الله يكون أفضل. السد يلعب لقاء اليوم وهو في المركز الثاني، 13 انتصار تعادل وحيد خسارتين. السد يسير بخطوات رائعة، 6 انتصارات وتعادل في آخر 7 مباريات، لم يخسر إلا مرتين أمام الريان وأمام الدحيل. أما العربي في آخر 5 مباريات للعربي لم يعرف للفوز طريق، تعادل في 3 مرات وخسر مرتين. آخر مباراة خسر أمام الأهلي بالأربعة، قبلها تعادلين مع قطر وأم صلان، قبلها خسارة أمام الدحيل وتعادل مع السلية. العربي أحوج ما يكون ل3 نقاط، ونجمه خلفان إبراهيم خلفان موجود النهاردة، ولكن ضد نادي السد. هو الذي بنشأ وترعرع صغيرا، طفلا صغيرا، برعما صغيرا في النادي العربي، هو ابن الفنان والمايسترو والرسام خلفان إبراهيم. حضر للسد، حقق الإنجازات والبطولات، أفضل لاعب في آسيا مرة، تاني أفضل لاعب في آسيا مرة، بطل آسيا مع السد، ثالث العالم مع السد، مع المنتخب حقق الإنجازات، عاد إلى العربي وسيعود اليوم إلى ملعب السد بعد غياب طويل جدا جدا جدا. هو من أبناء السد دائما وأبدا على مدار ال 15 سنة، يعود ليواجه السد مع فريق القديم القديم النادي العربي. عشان كده في الدقيقة 14 الجماهير ستقف الحاضرين لتحية النجم الكبير، على اعتبار أن رقمه كان الرقم رقم 14، وفاء وانتماء وحب وإخلاص من جماهير السد لنجمهم المحبوب ونجم قطر قبل أن يكون نجم السد فقط أو العربي فقط، هو خلفان إبراهيم خلفان. السد يلعب بفريرة المدرب البرتغالي، حراسة المرمى سعد الدوسري، الرباعي حامد إسماعيل، مرتضى وبدرو وعبد الكريم حسن، سالم الهجري، ياسر أبو بكر، شافي النجم الكبير، وعلي أسد والهيدوس، وبغداد رأس الحربة، وصافرة حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم الحكم المونديالي بمشيئة الله. تعلن بداية أحداث اللقاء، السد بالأبيض إلى اليمين والعربي بالأحمر إلى اليسار، وأول أهداف اللقاء في الثواني الأولى، في الثواني الأولى، ولكن إنقاذ، وأي إنقاذ! 15 ثانية احتجها الزعيم ليقتحم مرمى النادي العربي، كاد أن يسجل لولا التغطية الدفاعية في الوقت المناسب وفي اللحظات الأخيرة. أي بداية يبدأها الزعيم، أي حالة معنوية ونفسية وفنية وبدنية يبدأها الزعيم، أي قسوة يريد أن يقسو بها الزعيم على فريق الأحلام من جديد، خاصة أن الدور الأول انتهى بفوز السد بال3، والعام الماضي فاز السد بال7 وبال3، وبالتالي العربي يعيش حالة تحتاج إلى استفاقة. استفاقة لن تكون لمجرد مباراة، بل استفاقة موسم بالكامل. أدي خلفان بدأ ينطلق النجم الكبير. العربي يلعب لقاء اليوم بمدربه لوكا، بحراسة المرمى مهند نعيم حارس السد السابق. العربي يحاول الرد، تعود من جديد، ولكن على طول عبد الكريم حسن العائد للزعيم إلى علي أسد الموهوب والمايسترو الجميل اللي بيلعب مع غياب حمروني غرطة وغياب خوخي بوعلام. النهارده بيلعب كجناح شمال، يغيب خوخي ويغيب حمروني غرطة، وبغداد يبدأ اللقاء من البداية. العربي بحراسة المرمى مهند نعيم حارس السد السابق، سعد ناطق وطلال بلوشي وإيفان هارفاتشكو، عبد الرحمن وليد ويوسف رمضان، عبد الله معرفي
وجاسر يحيى وديجو جاردل خلفان وحمد الحربي في الخط الأمامي في غياب النهاردة لنجم الوسط أحمد فتحي بسبب الإصابة عن تشكيلة النادي العربي، وغياب للمدافع اليمني مدير عبد ربه بعدما كان طرد وبعد الطرد ما أصبح من حقه أن يلعب أصيب. أدي الانطلاقة لحسن الهيدوس، ولكن تدخل لزميله السابق مهند نعيم حارس السد اللي انتقل للعربي على اعتبار أنه عايز يلعب، عايز يبقى لعيب أساسي على طول، لأنه في السد كان موجود سعد الدوسري وباستمراره حتى الآن. وادي حسن الهيدوس واحد من أهم اللاعبين العرب، من أهم اللاعبين الخليجيين، من أهم لاعبي المنتخب القطري، حاول وكاد أن يسجل لولا براعة مهند نعيم في إنقاذ الموقف. فيريرا يقود فريق السد ولوكا يقود فريق العربي. عبد الكريم حسن إلى علي أسد، لكن على طول مقطوعة يوسف رمضان باك اليمين النهاردة، بيلعبوا بثلاث لاعبين لعبة العربي في قلب خط الظهر. سعد ناطق المدافع العراقي يقود الفريق في خط الظهر، كذلك إيفان وبطلال البلوشي بخبرته الكبيرة أيضا لاعب السد السابق. هنتكلم عن بعض اللاعبين اللي لعبوا للفريقين وموجودين لغاية دلوقتي وبعض القدامى، هنتكلم عن أكثر اللاعبين اللي سجلوا أهداف في مرمى الفريقين في آخر 15 سنة مثلا، لأن التاريخ كله في بعض الأرقام مش واضحة فعشان ما نظلمش حد. أدي خلفان تعود من جديد إلى خط الظهر وبداية اللعب للنادي العربي. طلال البلوشي بيلعب قلب خط الظهر، واحد من ثلاثة، هو اللي صال وجال وتألق وأبدع ولعب 21 مباراة مع السد ضد العربي، الآن وجها لوجه ضد نادي السد من جديد طلال البلوشي. عبد الكريم حسن رجع، لكن لم يرجع عبد الكريم حسن كما كان، لازال عبد الكريم حسن اللي مشي من السد مش هو عبد الكريم حسن اللي رجع دلوقتي عائدا من أوبن البلجيكي. كان أحسن من كده، كان أفوق من كده، الأيام جاية والفورمة جاية إن شاء الله. أدي على طول في نص الملعب لكن مقطوعة، عبة الجسر يحيى لاعب السد السابق أيضا إلى خلفان على طول. يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا جمالك يا ولد يا ولد يا ولد، قل عنه ما شئت، استمتع به كما تريد، توقع المتعة دائما وأبدا كلما حلت الكرة ووصلت ما بين أقدامه. هكذا خلفان بمهارته بثقته بدوراناته برشاقته، أحسن اللعيبة اللي تستلم بحركة، بنتكلم عن تشافي وعظمته، نتكلم عن خلفان ومهارته ورشاقته. أدي الانطلاق على طول أقصى اليسار تحت الضغط والحصار، نشوف حامد الحربي، ولكن حامد إسماعيل لاعب العرب السابق ولاعب السد الحالي من الناس اللي لعبت للفريقين، مش كده ولا إيه؟ أدي على طول نص الملعب تاني، شوف عبد الله ما عرف ايه في نص الملعب النهارده، دوره صعب جدا جدا هو وبقيه زمايله في مواجهه واحد من افضل خطوط الوسط في قاره اسيا، فريق نادي السد. غير عظمه بغداد اللي نزل امام فريق الوصل والفريق خسران، ولكن قدم وجه جميل وسجل هدفين النجم الكبير. حمد حربي لاعب الشاب موجود في تشكيله النادي العربي، كذلك عبد الرحمن وليد الحريف السريع الموهوب اللي بيلعب جناح وظهير شمال والنهارده بيلعب زي راس حربه قدام. فقدان الحقيقه للعناصر مهمه في النادي العربي مش موجودين كتكوين فريق من الاساس اصلا، مش موجودين كاصابات ايضا، بعضهم مش موجود فمصابين. عبد الكريم حسن بعرض الملعب لسه مش مظبوطه يا كيمو، لسه مش مظبوطه يا كيمو، مش بتبرمجه على استاد جاسم بن حمد. فين 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 كيمو الذي كان؟ عموما في انتظار عودته لفورمته، لانه لعيب كبير وجوده مهم جدا جدا لنادي السد في مشوار الاسيويه غير صراع طبعا بطوله الدوري. تاني على طول حسن الهيدوس دخلوا في الزحمه، ونادي العربي عامل زحمه كبيره جدا امام منطقه جزائه، لان عارف الحقيقه ان الصندوق الاسود مفتاحه مع تشافي، فقال لك نقفل المنطقه اللي فيها تشافي بالكامل، لكن هتقفل على تشافي عندك بغداد، هتقفل على بغداد عندك الهيدوس، هتقفل على هيدوس عندك علي اسد، وموجود بره احتياطي الحمرون، مش احتياطي، خارج الاحتياطي حمرون يغرطه، ولكن قدرات لعيبه النادي العربي قادرين بالخطة المحكمة بالروح والإصرار إن هم يحققوا نتيجة إيجابية في ظل الصراع الكبير للهروب من الهبوط. أدي عبد الرحمن الجاسم، تصوير من نونو المخرج النهاردة معانا، مخرج اللقاء البرتغالي جاب الكاميرا من بين أقدام مهند نعيم عشان يظبط القائم مع مكان وزاوية الكرة بالظبط، معاه فريق عمل على أعلى مستوى
أعلى مستوى مصورين ومخرجين موجودين معنا في قنوات الكأس لتقديم الصورة التي تليق ليس فقط بقناة الكأس بل بالإعلام القطري الرياضي، أتحدث خصوصا بشكل عام وقناة الكأس خصوصا طبعا وعلى وجه الخصوص. معنا الحقيقة فريق عمل على أعلى مستوى، أداروا مباريات أعلى مباريات بطولات الدوري ونهائيات أوروبا والعالم على مستوى العالم، والتصويبة والهدف الأول، والهدف الأول عملها حسن الهيدوس، عملها حسن الهيدوس ويسجل تاسع أهدافه. نعم نعم نعم، لقد حان الوقت ليكون السد ضيف ثقيل على شباك فريق النادي العربي. حضر العربي ضيفا على السد في ملعبه، ولكن السد دائما ضيف ثقيل على شباك كل الفرق التي تحضر إلى ملعبه. تصويبة قوية من حسن الهيدوس، مهند راح في اليمين وهو حطها في الشمال، يا جماله يا جماله، بشماله أو على شماله حطها له. الله، 1-0 1-0 حسن الهيدوس، 9 أهداف، هداف نادي السد هذا الموسم. بغداد عنده 7 أهداف، تشافي 6 أهداف، علي أسد 2، حمرونيو غرطة 8 أهداف، حسن الهيدوس أصبح رصيده 9 أهداف. 1-0 للسد. اتأخر الهدف كتير؟ لما اتأخرش، 7 دقائق فقط احتاجها العجوز المحنك فريرا ليثبت قدراته وإمكاناته، وعودة بغداد يكتمل تكوين الفريق بشكل عام رغم غياب خوخي وغياب لحمرونيو غرطة، إلا أن السد تشعر بوجود بغداد بنجاح، أن قوام الفريق على بعضه مكتمل القوام. بدون بغداد أدوا واجتهدوا وسجلوا وفازوا، لكن في حضرة بغداد تشعر أن قوام الفريق ككل موجود. عبد الكريم حسن، أدي العرضية تاني من كيمو، جميلة، بدأت تندع، يا سلام يا سلام يا سلام، هو الهيدوس، يبدو أنه يومك يا هيدوس، يبدو أنها مباراتك يا هيدوس، هيدوس ضد العربي، الهيدوس ضد حبيبه وحبيب زمانه وتدريباته ومبارياته وانتصاراته، خلفان إبراهيم خلفان، حسن الهيدوس يقصو على العربي ويقصو على خلفان ويسجل 2 في أقل من 10 دقائق، ويبدأ عبد الكريم حسن تسقط من مهند نعيم ليحضر دائما وأبدا الهيدوس في المكان المناسب في الوقت المناسب بهدف تاني بإمكانياته هو مناسب ليتقدم الزعيم 2-0. وبعدين وماذا بعد يا زعيم؟ أي قسوة تقسو بها على فريق الأحلام؟ أي قسوة تقسو بها على نادي القرن هنا في قطر الذي تراجع؟ وأي تراجع، الذي تعرض لخسارات وأي خسارات، الذي يبحث عن نفسه هو وجماهيره ونحن معه، نبحث دائما وأبدا عن العربي. 2-0 2-0. هل ذكريات سباعية العام الماضي بدأت تهل؟ هل ذكريات 7-0 السنة اللي فاتت بدأت تظهر؟ جارد يصوب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لسه بقول لحضراتكم، لسه بقول لكم لعيبة النادي العربي قادرين رغم الظروف رغم المحن رغم النتائج السيئة رغم الخسائر، ولكن عندهم إمكانات تسمح بالعودة. جارد اللاعب البرازيلي يسجل أول أهدافه في اللقاء ليقلص الفارق إلى 2-1. ردة الفعل للكبار، ثورة الكبير، رغبة الكبير، إصرار الكبير، كبرياء الكبير، يرد جارديل بتصويبة على طريقة بيسكوليتشي. نعم بيسكوليتشي، فاكرين بيسكوليتشي حبة الكريز الأرجنتينية، النجم الذي تألق مع النادي العربي وكان حاضرا كواحد من النجوم الكبار. بيسكوليتشي سجل 5 أهداف من قبل للعربي في مرمى نادي السد، الآن جارديل يسجل هدف ويثبت أنه قادر دائما على التهديف. 2-1، أي بداية جميلة ممتعة، ضربة رأس من تاني ولكن إلى ضربة المرمى. كابتن بشار عبد الله والكابتن عبيد جمعة قبل المباراة اتكلموا في نقطة مهمة أوي، قال لك نادي السد هو الوحيد من الفرق الأربعة اللي بتشارك في دوري أبطال آسيا اللي بيلعب بكامل قوته الأساسية. الدحيل ريح بعض اللاعبين ورغم ذلك فاز بالخمسة على مصلال. الريان أراح بعض اللاعبين، تعادل مع السلية. الغرافة أراح بعض اللاعبين، فاز على الخرطيات، كان أراح كمان قبلها قبل البطولة نفسها.
السد يلعب بكامل قوته، فقط حمرون يغيب بسبب الإصابة وأخوخي بسبب الإصابة. أدي خلفان، أدي خلفان الدي 14 لما تحضر جمهور السد هيطلع وهيرفع له الرقم 14، الرقم اللي كان فيه خلفان دائما أمر 14، وقدم للزعيم انتصارات وبطولات وأفراح وأي أفراح وإنجازات وأي إنجازات. كان واحد من ساهم مع الزعيم في حصد هذه الإنجازات هو النجم خلفان إبراهيم خلفان. 2-1 مشاهدينا الكرام. لوكا الهدف يعني جاء بسرعه شويه حتى لا ينال من اللاعبين لعيبه النادي العربي، لان لو كان اتاخر 5-7 دقائق تاني كنت هتشعر ان شبح السبع اهداف العام الماضي بدا يظهر. ولكن ادي فيريرا هادي كالعاده، هادئ جدا كالعاده، العجوز البرتغالي، الثعلب البرتغالي، البروفيسير البرتغالي. لكن البروفيسير عندنا هنا هو النجم الكبير تشافي. بدأ يظهر تشافي، بدأ يرجع لورا أكتر عشان يبقى الملعب كله قدامه، وبدأ يرسم رسمة جميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، في لمح البصر قرر فكرة، الفكرة اتنفذت فورا، وهو صاحب القرار دائما تشافي. تشافي تاني كان ورا طلع لقدام، ضغط عليه خدوها وخلصوها. النهارده غياب لأحمد فتحي عن نص الملعب، عبد الرحمن وليد موجود النهارده في الخط الأمامي. تغيير اتجاه اللعب لمين؟ مش لحد، تروح سهله على طول الى حامد اسماعيل. حامد من اللعيبه اللي لعبوا للفريقين. ايفان دم حضراتكم، وادي جاردل سجل هدف جميل قوي 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 في مرمى سعد الشيب. عبد الكريم حسن لسه كره في الملعب، لازم تطلع بكامل محيطها. عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء مع طالب سالم المري وسعود احمد، مع الحكم الرابع ماجد الشمري، مع حكام اضافيين النهارده عبد الله العزبه وسعود العزبه. حكم المراقب الحكام هو الدولي السابق عبد الله البلوشي، حاليا هو محاضر ايضا في الاتحاد الاسيوي والاتحاد القطري لكره القدم للحكام، وفي الدورات ايضا الرخصه سي وبي ودي، وحضر الحقيقه في عديد الدورات هو وفريق عمل على اعلى مستوى. من جديد شافي بغداد، بغداد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، برافو يا مهند، برافو يا مهند. أخطأ مهند في الهدف الأول، الهدف الثاني، لكن هذه المرة مهند طلع في الوقت المناسب، طلع وقافل كويس، خبرته كبيرة. خلاص اقتربنا من لحظات خلفان دي 14، جمهور السد واقف. هات لي جمهور السد، هات لي جمهور السد. شكرا خلفان، شكرا خلفان، شكرا خلفان، شكرا خلفان. من 2002 ل 2017 15 سنة من العطاء، من الحب، من الإخلاص، من التفاني، وهنا الوفاء من جماهير نادي السد لنجمهم المحبوب، لنجمهم ونجم قطر كل قطر، نجم الخليج كل الخليج، نجم آسيا كل آسيا، خلفان إبراهيم خلفان. 15 سنة من العطاء، من المتعة، من الرصيد، من الإنجازات، من البطولات. أحسن لاعب في آسيا، وصيف أحسن لاعب في آسيا، بطل آسيا مع نادي السد، ثالث العالم مع نادي السد، فاز بالذهبية للأسياد مع نادي السد في 2006، كان حاضرا دائما وأبدا النجم الكبير، أكمل المسيرة وأصبح واحد من رموز كرة القدم على مر تاريخ كرة القدم القطرية. شكرا لجماهير السد، شكرا لكل من شارك في هذه اللقطة الجميلة وهذا العطاء الجميل على مدار 15 سنة، لم ولن يضع هباء. نعم له مسيرة لازالت إن شاء الله عظيمة مع النادي العربي وغير النادي العربي ومع العنابي، ولكن الوفاء، كل الوفاء كان حاضرا في لقطة جماهير السد التي اعتادت دائما وأبدا أن تكون إلى جانب نجومها، إلى جانب كل من لعب في جدران وصفوف السد، ليكون دائما وأبدا رسالة لكل من يحضر إلى قلعة الزعيم أن الجمهور هو الحصن والأمان، هو الحامي دائما وأبدا بعد الله سبحانه وتعالى لمشوار اللاعبين الكبار. النجم الكبير حسن الهيدوس سجل هدفين من أجمل ما يمكن، واحد من كرة ثابتة وتاني بمتابعة جميلة. يرفع رصيد الهيدوس إلى الهدف رقم 10. جمهور السد وأعلام نادي السد في المدرجات، لقطة تاريخية دي 14. قرروا مع السوشيال ميديا الحقيقة عمل عظيم يقوم به مسؤولي نادي السد في تقديم كل ما يخص النادي وإمكاناته وهكذا بقية الفرق، وبالتالي المتابعة مستمرة دائما وأبدا للنجوم الكبار وما سيحدث دائما وأبدا من ترتيبات.
وادي مرتضى وبدرو وتشافي. مرتضى المدافع الإيراني الكبير، حامد إسماعيل يعيش فترة ممتازة من حيث التوازن اللي كنا بننادي به ما بين الأداء الهجومي والأداء الدفاعي لحامد إسماعيل. تمريرة عميقة جميلة لعلي أسد، يا رشقته يا أنقته، موهوب أوي 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 أوي. هقول لكم على حاجة بعد اللعبة دي، لا 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 لا، ولكن مرور جميل جميل، سعد ناطق في الوقت المناسب، تدخل. الحقيقة وجود فيليب جورج، وجود راؤول جونزاليس، وجود تشافي، أسماء يعني الحجر ينطق لقيمتهم وكفاءتهم العظيمة وعبقريتهم غير نجوم آخرين كثر. ومع ذلك إن لاعب قطري يقدر يثبت ذاته ونجوميته وسط هؤلاء النجوم وجنبهم ومعاهم، ده موضوع مش سهل. دليل إن هم لاعبين كبار بالفعل. عبد الكريم حسن بدأت المكنة تشتغل صح، وبدأت الكرات العرضية لعبد الكريم تتعمل صح أكتر وأكتر، ومنها جاء الهدف الثاني. بدرو لمسة قصيرة صغيرة، يا ولد يا ولد، الهيدوس من جديد يدخل في العمق على طول. ياسر أبو بكر لاعب ارتكاز بمميزات الجناح والظهير. بدرو أقصى اليمين حامد إسماعيل، العرضية من تاني، تصويب من جديد قد يكون، يعني عشان خلفان ياخد أحسن لاعب في آسيا في وجود المحترفين الكبار دول، ووصيف أحسن لاعب في آسيا في وجود كل هؤلاء وهؤلاء النجوم، وعشان تشافي في 38 سنة يقدم هذا العطاء البدني والفني والنفسي والشخصية والقيادة والأخلاقيات الجميلة والمسل الجميلة، اختيارات عظيمة لنجوم كبار. أدي العرضية من تاني، اقتحام جديد للزعيم لمنطقة جزاء النادي العربي، ولكن خلفان ياخدها على مرتين، يضغط عليه على طول إلى جارديل، ولكن صفارة من عبد الرحمن الجاسم وضربة حرة في اللقطة الأخيرة. ضربة حرة لصالح النادي العربي. العربي 7 بطولات للدوري خلال مشواره وتاريخه على مدار 21 سنة مضت، 21 سنة مضت النادي العربي لم يحصد بطولة الدوري. الريان كان أيضا فترة ليست قصيرة، ولكنه عاد وفاز باللقب الثامن. علي أسد كالعادة من اللعيبة اللي بتجري بالكرة كويس قوي في الزحمة، وبيعمل أفكار فيها خيال وإبداع جميل، وهو تحت ضغط في مساحات ضيقة ودفاع قوي شرس، ومع ذلك تلاقي علي أسد بيعمل لك ترقيصة غريبة قوي، تمريرة حلوة قوي. الحاجات دي تتعمل تحت الضغط، دليل ان اللي بيعملها لاعب إمكاناته ممتازة جدا جدا جدا، وعلي أسد واحد من هؤلاء. تشافي، حامد إسماعيل، بيدرو، سالم الهجري في نص الملعب، ياسر أبو بكر سيطروا على الكرة في نص الملعب وعرض الملعب كالعادة، ما فيش مشكلة لغاية ما يحصل التمرير العميق بالعرض بالعرض. أدي التمريرة العميقة، لسه تمريرة تاني. أوه بغداد، بغداد في الزحمة في الزحمة، سجل هدفين في مرمى الوصل الإماراتي. الإمبراطور الإماراتي هناك، نجح نادي السد في العودة ب3 نقاط من أغلى ما يمكن. عرض الملعب تاني على طول، بدرو واقف صح إلى مرتضى، اختيار موفق جدا مرتضى كمدافع إيراني عظيم لفريق نادي السد. تشافي، إنيستا، يعني كان عندنا أمل إن إنيستا يكون موجود في قطر في أقرب فرصة، ولكن إنيستا جاله عرض، هقول لكم بعد اللعبة دي. إنيستا النجم الإسباني جاله عرض في الصين ب 34 مليون يورو في العام الواحد، في السنة الواحدة 34 مليون يورو، يعني كان عندنا أمل إنيستا نشوفه قريب هنا في الدوحة، لكن الأرقام الحقيقة أصبحت خيالية. يعني الصين تقدم إغراءات غير طبيعية. تاني على طول تشافي بعرض الملعب تاني، رغم الضغط اللي عليه سيطرة، حاولت مرور، الهيدوس دخل في العمق وحامد إسماعيل مش موجود، أصبح السد مكسور الجناح في الجبهة اليمين، عشان كده اتقطعت. شفت إزاي؟ شفت إزاي؟ لو حامد إسماعيل كان موجود كانت فرقت. تاني على طول بيحاول النادي العربي السيطرة على نص الملعب. عبد الله معرفي، جاردل، جاسر يحيى، تغيير اتجاه اللعب على طول، ووف لازال مستمر. جاردل سجل هدف جميل، اللاعب البرازيلي حافظ على كورته كويس، لو كررها تاني هتفرق. عبد الله معرفي هرب على الخط عشان يعرف يشتغل براحته، وادي مرتضى مأمن نفسه تمام الى سعد الدوسري برجله الشمال وبسرعه اداء كويس، استلم باليمين ولعب بالشمال، اتعملت كويس وبسرعه كويسه مناسبه جدا جدا مع مدرب حراس مرمى ايطالي سعد الدوسري. لوكا ادي على طول تاني، جارديل
بغداد بنجاح يا ولد فنت سيزر، ولكن على طول المطاردة والدفاع قوي جدا. بغداد إذا احتك بيك وأنتوا بتجروا مع بعض ممكن تحصل لك مشكلة، لأنه بنيانه قوي بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. في نفس الوقت سرعته عالية، فالسرعة مع القوة مع الاندفاع ممكن يعني ما كنتش ماسك نفسك تمام هتلاقي نفسك وقعت. علي أسد، عبد الكريم حسن، بعد الكورتين الحلوين اللي واحدة منهم جت هدف، معنويات عبد الكريم حسن بقت كويسة. أنا حاسس بيه، أنا حاسس بيه، كان بيدور عليهم. تشافي اللمسة الواحدة الحلوة الصغيرة، مرتضى صانع لعب من الخلف، لعبة العربي كلهم ورا كلهم ورا، فقط خلفان في الأمام. عبد الرحمن وليد رجع وحمد حربي رجع تاني على طول، مرتضى لتشافي تعرض بالعرض، بتحرك بالعرض، تعرض تحرك مثالي. الهيدوس عايز يعمل 1-3 لكن جامده شويه. مهند نعيم على طول لاعب فريق نادي السد، كان بدا وهو صغير قوي في نادي الخور الحقيقه. مهند انتقل لنادي السد، لعب لمنتخب الناشئين، منتخب الاولمبي، المنتخب الاول، منتخب الشباب طبعا، وشارك مع نادي السد، ولكن انتقاله للنادي العربي من اجل انه يشارك الحقيقه كلاعب اساسي ويبقى موجود مع الفريق. النهارده احتياطي الحارس الكبير مسعود زراعي، بينما احتياطي سعد الدوسري الحارس الشاب وحارس منتخب الاولمبي ثالث اسيا مشعل برشم، شقيق طبعا النجم العالمي معتز برشم، بطل الحقيقه اللي شرف العرب كل العرب وشرف قطر وشرف رياضه الوثب العالي كاول رقم قياسي الحقيقه على مستوى العالم، حاجة تشرفنا كلنا. دي 24 مشاهدينا الكرام، 2-1، نتيجة حلوة قوي في كرة القدم بغض النظر انها للسد او تكون للعربي، دايما نتيجة 2-1 حلوة تخلي اللي كسبان الان واللي خسران عنده رغبة وامل انه يرجع بسرعة. 3-1 بتبعد شوية، 4-1 المسافة بتبعد اكتر، 5 بتفكر في الماتش اللي بعده، وقوف تاني من جديد يحاول النادي العربي المرور. حمد اسماعيل اهو كده يا ولد، أو كده يا ولد، ارجع للمنتخب يا ولد، ارجع للمنتخب يا حامد، إمكاناتك وقدراتك الفنية عالية جدا، ركز مع الأدوار الدفاعية اللي أنت بتعملها زي دي واعملها وأنت مقتنع. أوه خطر جدا اللعبة اللي فاتت، سعد ناطق المدافع العراقي القوي في هذا المكان، كان علي رحيمة في هذا المكان مدافع عراقي لعب، وسلام شاكر مع الخور في هذا المكان لعب، عدنان درجال ايضا في هذا المكان كعراقي كبير لعب. ادي عوده ثاني من جديد، جاسم غلام ايضا لعب بعد الفوز بدوري بكاس اسيا 2007، ثاني على طول محاولات، وهذه العرضيه جميله جميله جميله، لكن خاف جارد الخاف، ايوه بيخاف، في لعيبه ما بتحبش تلعب بدماغها كويس. ثاني بعرض الملعب يا ولد لعيب، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول، ضاع منك يا عبد الرحمن، اسهل جول اسهل جول. العربي 2-2، ايوه كان زماننا بنقول كده، ولكن سبحان الله الغريب اعمى ولو كان بصير، عبد الرحمن وليد وكانه اتفاجئ ان هو جوه منطقه الجزاء واصبح لا يعلم ولا يدري هو فين ولا المرمى فين، هو فين ولا المرمى فين. شافي أجمل ما في المباراة على مدار ال 25 دقيقة تفتكروا إيه؟ هقول لكم بعد لحظة، بغداد يصوب ولكن في المدرجات. إيه أجمل حاجة في ال 25 دقيقة اللي اتلعبوا دلوقتي؟ أجمل حاجة هي الدقيقة 14 ورسالة الوفاء الجميلة والحب ما بين جماهير السد ونجمهم خلفان اللي انتقل للعربي، وقفوا جميعا وحيوه. ودي فرصة الهدف، فرصة الهدف يا 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 عبد الرحمن، عبد الرحمن وليد، فرصة التعادل وبدون تسلل، لم يكن متسلل ولكن تعامل كما لو كان مدافع عظيم. اثنين المدربين واقفين على الخط، اثنين مدربين كبار، وخلينا نقول ان الأسلحة اللي بيتعامل بيها كل مدرب في المعركة غير الحقيقة متساوية تماما في إمكانيات لعيبة نادي السد على المستوى الفردي على المستوى الجماعي، الاستقرار اللي عند اللاعبين اهو اهو بيتكلم معاه بيتكلم معاه، هو ده اللي ضيع الفرصه. عبد الرحمن وليد خساره يا عبد الرحمن، فرصه التعادل مع السد 2-2 مش سهله ومش شويه. يا ولد يا جاردن يا ولد، حافظ على كورته كويس، كل ما يقرب فوق شويه اكتر كل ما تبان قيمته جاردن، لكن في نص الملعب زيه زي اي حد. تغيير اتجاه اللعب برضه، عبد الرحمن الولد مخضوض من ساعه ما ضيع الفرصة الكبيرة، وادي مدربه بيكلمه بيقول له اجمد ما تخافش، مدربه واقف معاه واقفة كويسة. ما هو السلاح بتاعه يا جماعة، ما الجانب المعنوي ده مهم قوي في علاقة المدرب باللاعب،
حتى لو انت حاسس انه مش يومه حاول تفوقه وخليه يبقى يومه، حتى لو انت زعلان منه متضايق منه غضبان منه متغاظ منه بين له يا اخي انه حبيبك وانت حبيبه، بين له انك بتثق فيه ولازم تثق فيه مش بس تبين له، لان هو ده سلاحك. ما انت هتروح فين؟ ما هم دول رجالتك، ما هم دول اللي بيحموك، انت بتذاكر وهم بيمتحنوا لك. يا جماعه المدرب بيذاكر واللاعب بيمتحن له، لازم يكون علاقتك بيه حلوه عشان يكون امين وهو بيجاوب لك على الاسئله لنفسه وليك، والا هيقول لك يلا خلاص بقى مع السلامه. فالعلاقه الانسانيه مهمه جدا جدا، الاعداد النفسي مهم جدا جدا، بيدرو يعود بشكل جميل ومهم جدا جدا الى سالم الى سعد الدوسري في هذه اللقطه. عبد الكريم حسن كيمو كيمو لا يا كيمو لا يا كيمو، رجعت لك حظك حلو حظك حلو. العربي واحده بس على المرمى جول، السد 8 منهم 6 على المرمى. شوف 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 الارقام، 27 دقيقه 8 محاولات للسد منهم 6 على المرمى. الزعيم دخل الفورمه خلاص. سقوط لمهند، سلامات يا مهند عليك، اتزحلق في الارض. احيانا رش الملعب بالميه بيكون في اماكن او اللعيبه مش متعوده عليها احيانا، لكن هو ابن الملعب وابن المكان وابن السد سابقا، وبالتالي انتقل للعربي ومش غريب عليه الملعب ابدا. مهند نعيم جاسر جاسر يحيى عبد الله معرفي يوسف رمضان عبد الرحمن جه في اليمين قوي، ماتش قبل كده كان بيلعب باك شمال كواحد من خمسه في خط الظهر، وكان باين ان امكانياته الهجوميه وانطلاقاته كويسه، لكن في فرق بين انت تكون باك تروح في موقف مهاجم او ان انت تكون باك تلعب طول الماتش مهاجم، في فرق. يعني حامد اسماعيل الجميل قوي ده ولا عبد الكريم حسن الجميل قوي، خليهم يلعبوا اجنحه اجنحه من البدايه، مش هيبقى هو زي ما هو، لا ده هو حلاوته انه جاي بسرعته بمفاجاه بعبء على المنافس بكسب مساحه، فالحسابات بتختلف. رمضان يوسف رمضان باك يمين الغرافه السابق لعبد الرحمن، جريته جريه باك بيجري مش جريه مهاجم، زاويه وقوفه مش مظبوطه، زاويه وقوفه مش مظبوطه، الغريب اعمى ولو كان بصير، ومع ذلك لما لا يسجل، قادر على التسجيل. خلفان يا جماله يا جماله، لكن حامد تاني خلفان بيضغط، كابتن عبيد جمعه وكابتن بشار عبد الله قالوا لك خلفان بيقدم واحد من افضل مواسمه على المستوى الفردي. خلفان جايب حتى الان النجم الكبير 4 اهداف في مباراته رقم 15 هذا الموسم. الايدوس سجل هدفين، علي اسد جناح شمال مع غياب يغرطه، ويلعب وسط ارتكاز ويلعب تحت راس الحربه. حمايه حمايه تكتيكيه علي اسد قبل كل المباريات وداخل كل المباريات، وكذلك معظم لاعبي السد. يعني حسن الايدوس برضه حمايه تكتيكيه، جناح يمين جناح شمال تحت راس الحربه راس حربه. يغرطه نفس الكلام، جناح شمال راس حربه وجناح يمين. بغداد راس حربه راس حربه. ياسر ابو بكر حمايه تكتيكيه، ياسر ابو بكر وسط مدافع وباك شمال وجناح شمال. تاني على طول الهيدوس، ترجع ورا الى سالم الهجري، ياسر ابو بكر لعلي اسد لعبد الكريم. 2-1 النتيجه لا زالت مستمره. السد والعربي الدور الاول 3-1 للسد. تغيير اتجاه اللعب تاني، اشتغلوا بعرض الملعب كويس. حامد اسماعيل ما احترمهاش قوي، هي جايه سهله وحلوه، هو ما احترمهاش قوي، فكر هيعمل ايه على حساب ان يسيطر عليها هي الاول. ويا حامد بص بص من البدايه من البدايه من البدايه هو استسهلها. لازم اللعيب يحترم كل لعبه في كل موقف، ويعتبر ان دي اللي هتكسبه او هي دي اللي هتخسره، يعتبر كده. تلاقي تركيزه عالي واهتمامه كبير واحترامه للكوره ولنفسه ولزمايله والمنافس وللجمهور وللمسؤول. يا سلام يا علي اسد، لعيب لعيب قوي 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 قوي، لعيب قوي. انفجرت طاقاته في بطولة غرب اسيا هنا في هذا الملعب، انفجرت طاقات علي اسد الحقيقة. كان هو واسماعيل محمد تحديدا الاثنين في البطولة دي، وعادل احمد شقيق يوسف احمد، يوسف واحد من اللي لعبوا للفريقين. قد انطلاقة تاني، مهاجم الاسمراني الجميل، وفاول لصالح النادي العربي. سقوط على الارض، سلامات سلامات مرتضى، كرة المشتركة بيطلع فيها قدام، وادي لوكا
بيدون بعض الملاحظات اللي بيفكر فيها هيصلحها أثناء الماتش أو اللي هيتكلم عليها أو يصلحها بين الشوطين، وبعض الحاجات بيشيلها لما بعد المباراة، في حاجات ما ينفعش تتصلح في المباراة. أدي مرتضى، مؤلمة شوية الحقيقة اللعبة مع إيفان. سلامات. الفرسان الأربعة لدوري أبطال آسيا، الغرابة الغرافة إن شاء الله بعد خسارته من الجزيرة في أبو ظبي هيستقبل تراكتور يوم الاثنين بإذن الله الساعة 6 مساء. الدحيل بعد فوزه في أول مباراة على زوبهان الإيراني 3-1 هيسافر للوحدة الإماراتي في أبو ظبي يوم الاثنين الساعة 5:30، بينما السد بعد انتصار على الوصل بهدفين مقابل هدف هيستضيف أقوى الفرق الإيرانية على الإطلاق، فريق بيروزي بيرسبوليس يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 6:30 هنا في هذا الملعب، بينما الريان بعد تعادله مع الاستقلال 2-2 في هذا الملعب سيغيب عنه تباتا، سيسافر إلى العين هناك في أبو ظبي، مباراته يوم الثلاثاء الساعة 6:10. دي مباريات الفرق القطرية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، أربع فرق من قطر، أربع فرق من الإمارات، فريقين من السعودية، أربع فرق من إيران، فريقين من أوزبكستان، كل دي هي أربع مجموعات ب 16 فريق من غرب آسيا. خلفان عبد الله معرفي في نص الملعب، شكل الفريق العربي في بعض الأحيان بيبان كويس، وطالما بعض الأحيان بتبان كويس ده معناه إن مع الشغل والإصرار والتركيز والتحفيز إنك تقدر تبقى كويس فترة أطول، وبالتالي أطول، وبالتالي أكتر وأكتر. ماتشين ثلاثة مكسب ورا بعض، ثقة اللعيبة دي كلها اللي مستواها 40-50% هيبقى 70% على الأقل، بس الانتصار. لكن فين 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 فين؟ أنت بقالك خمس مباريات مش عارف تكسب، النادي العربي مش عارف يكسب خمس مباريات، محاولة تاني. أدي الزحمة اللي عاملها المدرب لوكا من جديد تاني على طول، لأنه عارف إن في تشافي وعارف إن في بغداد وعارف إن عمق نادي السد رهيب رهيب. أدي تشافي 38 سنة أتمهم أسطورة كرة القدم الأسبانية، 767 مباراة خلال مسيرته مع فريق برشلونة، واخر مباراه كانت الفوز زي ما قلت لحضراتكم على اليوفي بدوري ابطال اوروبا. ان شاء الله يكون له دور ونصيب هو والفرق الاربعه في حمل كاس ابطال اسيا لهذه البطوله. الامكانيات اصبحت تسمح، الامكانيات اصبحت تسمح، الامكانيات من زمان تسمح، لكن امكانيات من نوع اخر من تكوين فرق قادره على تكمله المشوار من حيث الثقه والخبره والكفاءات الجميله. ادي الكره العرضيه حامد اسماعيل يطلع دفاع النادي العربي الى جاردل، يرجع تاني، مفتقدين احمد فتحي في نص الملعب، لعيب بيعمل لهم سيطره وبيعمل لهم احيانا الباص العميق بشكل كويس واحيانا هو كمان بيزيد كويس. خرج عمر العمادي الحقيقه من النادي العربي، ودي برضه ما اعرفش من الحاجات اللي تمت ازاي، لسه شاب صغير 21-22 سنه في المنتخب الاولمبي ويسير بشكل جميل مع نادي قطر، وقطر بالامس فاز من جديد على النادي الاهلي، وعبد الله مبارك يستحق وسام الاحترام والتقدير والاستحقاق بانه واحد من افضل المدربين حاليا في الدوري القطري، نجح فيما لم ينجح فيه غيره، سواء بصعود قطر من جديد للدرجه الاولى او اعاده قطر الى الطريق الصحيح بعد رحيل كالديرون. برافو عبد الله مبارك، مفيش كلام. علي اسد، تشافي، ياسر ابو بكر، خساره يا ياسر الكره تضيع بالسهوله دي. يا ولد يا ولد يا ولد، شوف احساسه بالذنب راح عمل ايه، راح دخل بقوه عشان يصلح الميس باص اللي عمله. هو جاي بقى مندفع. سلامات يا حبيبي عليك، سلامات سلامات. يوسف رمضان داخل برضه بالدفاع طبيعي، وجميل ان يوسف كش رجله عشان ما يعوروش، علاقه جميله ومحترمه. اهو يوسف بيقول للحكم عبد الرحمن ده انا لميت رجلي عشان ما معوروش. نلعب في الدقيقه 36، 36 دقيقه و2-1 لصالح السد على العربي. تشافي، حامد اسماعيل، بيدرو، شافي هرنانديز، مساحة جميلة. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، يا 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 رمي التماس،
شوف تشافي بيعمل ايه يا جماعه. بص الباص بتاع تشافي لو بالكمبيوتر مش هيبقى كده. لو 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 ماشي بيها بايديك وعايز توصل بسرعه ومكان وارتفاع وادراك حسي مش هتبقى بالحرفيه دي. ودي عظمه تشافي. بينما بغداد بنجاح ما شاء الله ما شاء الله مقاس رجله 48 49 ما شاء الله. طب نعمل لها ايه تاني يا بغداد؟ وحامد اسماعيل عاملها كويس قوي ما شاء الله عليه، معموله بسرعه وبقوه جميله جدا جدا، ولكن راحت من بغداد لتضيع فرصه جديده لنادي السد. 2-1 السد على العربي. اذكر ان العربي ضاعت منه فرصه الهدف الثاني من عبد الرحمن وليد. عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء بيتكلم مع اللاعبين، ويا عبد الرحمن عايزين نوصل ل 60 دقيقه لعب. ادي اللعبه اللي عطل فيها خلفان، ممكن يكون فيها كان انذار في اللعبه الاولى لكن هو مشيها، بعد كده راح حط رجله وخد الفاول. عايزين نوصل ل 60 دقيقه لعب. ده هدف الاتحاد الاسيوي واللجنه الفنيه في الاتحاد القطري ولجنه التطوير العزيز فهد تاني مدرب العنابي السابق، دائما وابدا هو ومحاضريه وبشكل عام توصيل الرساله لكل الانديه والاجهزه الفنيه ان العمل على زياده نسبه اللعب الفعلي. بص بص علي اسد بيعمل ايه، وسعد ناطق بيقول له قوم. يوم يا سعد انت ضربته بالنار يا سعد، ده انت ضربته بالنار كنايه عن ان دخلت بقوه وقسوه وحرمته انه يبقى له دور ايجابي. مدافع قوي محترم جايب 3 اهداف حتى الان سعد ناطق، منهم هدفين في الريان. ادي عبد الله معرف ايه، باص مقطوع يا عبد الله، خدوها تاني بسرعه علي اسد. ادي تشافي رشاقه اناقه دوران، باص امامي قطري تاني على طول تحضير، فاول فاول للسد. شوف 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 طوف وشوف شوف شوف هجمات وشوف تمريرات النجم الكبير تشافي عامله ايه. انذار سعد ناطق مدافع القوه الجويه العراقي، واحد من الفرق العراقيه الكبيره، ونحن على قنوات الكأس ننقل لحضراتكم الدوري العراقي وزيارة وفد رياضي رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن خليفة رئيس الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وكبار المسؤولين إلى بغداد، والمساهمة بشكل كبير في إعادة الحياة إلى الملاعب العراقية إن شاء الله، واللجنة الأولمبية العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم ونجوم الكرة العراقية كانوا في استقبال الوفد القطري واعتراف وتقدير للدور الكبير الذي تلعبه دائما وأبدا قطر في تطوير كرة القدم حاليا في المنطقة الخليجية، خاصة قرار اللاعب اليمني يلعب كلاعب مواطن، قرار جميل جدا جدا، مساهمة في تدريبات المنتخبات العراقية المختلفة هنا في قطر الحقيقة، وده يعني الحقيقة دور محترم وجميل، دور أشقاء أحباء حبوا الخير للكل، والمنتخب العراقي والشعب العراقي شعب كبير ومحترم له كل التقدير، فالعلاقة أكثر من عظيمة وعندهم ثقة كبيرة إن شاء الله إن قطر هيكون لها دور في هذا الأمر ونحن نأمل ذلك. ومباراة دولية ستكون هناك في بغداد ومنتخب قطر سيكون حاضرا ولاعبا أمام المنتخب العراقي إن شاء الله. هذه الضربة الحرة هيلعب تشافي هرنانديز، تشافي تشافي العجوز 38 سنة، تشافي العجوز والضربة الحرة تصطدم تصطدم في الحائط البشري، تصويب من تاني، نعم نعم نعم، شيخوخة الصقر ولا شباب البغبغان، شيخوخة الصقر ولا شباب البغبغاء، صقر وأي صقر، ديب وأي ديب تشافي، نعم هو كبير الديابة، هو صقر الصقور. من جديد الانطلاقة، يتقدم عبد الرحمن وليد، دخل في العمق، هو كويس على الخطوط وكويس لما يجي من ورا لقدام، اجادته في مباراة لا تعني انه يلعب مهاجم من البداية. ادي الأمامية من تاني، خطر جدا خطر جدا، ولكن 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 فرصة 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 ضاعت لا تضيع، مش معقول يا حمد، حمد حربي يهدر فرصة هدف التعادل، فرصة أولى ضاعت فرصة تانية تضيع، وجاردل يحاول. أدي التواصل الجميل للاعبي النادي العربي، فين حامد إسماعيل؟ فينك يا حامد؟ جاي متأخر يا حامد، فات الميعاد فات الميعاد، وحمد الحربي يهدر فرصة التعادل للنادي العربي. برافو لاعبة النادي العربي، فارق الامكانيات اكيد هو لصالح نادي السد على المستوى الفردي والجماعي، ولكن اصرار وروح ورغبه وقيمه النادي العربي تظهر في بعض الاحيان بقدرات اللاعبين ومدربهم لوكا بيأدوا ماتش كويس الحقيقه. ادي تاني من جديد ياسر ابو بكر،
ياسر أفاول لصالح نادي السد. يبدأ من جديد ده بيدرو لحامد إسماعيل. عليك واحد يا حامد في اللعبة اللي فاتت، التغطية كانت متأخرة جدا. تاني جاردل بطيء قوي لكن كورته كويسة، سجل هدف جميل، لكن هو وجوده لأكثر من مجرد تسجيل هدف أو باص حلو أو لعبة حلوة. عبد الله ما عارف إيه، أدي فرق القوة اللي بقول لكم عليها، سلام على بغداد وقوته وانطلاقته وتصويبته، ولكن إلى ضربة المرمى. شوف بغداد لما احتك بعبد الله معرفي، بص 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 الجسم، بص قلت لك انا لسه بحكي لكم من شويه، اي احتكاك من بغداد بحد بدنيا بسم الله ما شاء الله، قوه بطول بعرض بارتفاع بسرعه باصرار بتكنيك صح. وادي طلال البلوشي، طلال البلوشي لعب 21 مباراه وهو مع السد ضد النادي العربي، هداف السد في مرمى العربي من بعد عام 95، هو تينوريو المدمره 9 اهداف. بغداد بنجاح جايب 8 اهداف، شوف في زمن قليل سجل 8 اهداف في مرمى العربي، منهم هقول لحضراتكم حالا 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 منهم 5 اهداف في مباراه واحده الموسم الماضي، حطم الارقام تحطيما. ايمرسون ايمي البرازيلي كان سجل 4، يوسف احمد سجل في مرمى العربي 4، ابوكو اللاعب الغاني الصغير كان سجل 4، عبد القادر كيتا النجم السنغالي الكبير كان سجل ايضا 4. انطلاقه من جديد، بينما بسكوليتشي للعربي سجل 5 في مرمى نادي السد. سيد البشير سيد المهاجم الاسمراني الجميل كان سجل 4 اهداف في مرمى نادي السد. كابوري كان سجل 3. مرتضى ياسر ابو بكر تحت الضغط، شوف طلعوا بيها ازاي، شوف 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 تحت الضغط والحصار طلعوا بيها ازاي، الله الله، قادرين على قلب الاوضاع، قادرين على مواجهة كل المواقف الصعبة بهذا الشكل. من جديد علي أسد، فين التصويبة يا علي، يا تمريرتك يا تمريرتك، خدمة توصيل الطلبات للمنازل يا ولد، ولكن فين إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى، ديليفري عظيم، وحسن الهيدوس كان في اليمين، الهيدوس بقى في الشمال، وحارس المرمى مهند نعيم، ممتاز يا مهند، ممتاز يا مهند، هو ده آخره، جاب آخره في اللعبة الأخيرة وأنقذ الموقف وضربة مرمى. عبد العزيز حاتم اللي انتقل للغرافة مع العربي قبل كده جاب هدفين كان في مرمى السد. خيمينيز اللي انتقل للغرافة جاب هدفين للعربي في السد. فاندرلي كان سجل أيضا 2 اهداف. يبقى عبد الله كوني أكثر لاعب مع السد لعب ضد العربي 26 مباراة، وجفار راشد 23 مباراة، خلفان لعب 22 مباراة. يبقى أحمد فارس الظهير الأيمن للعربي لعب ضد السد 22 مباراة، وليد حمزة الحصان العربي الأصيل 20 هدف، عبد العزيز كريم زيزو نجم خط الوسط لعب 19 مباراة، إبراهيم الغانب لعب 18 مباراة، وليد حمزة 20 مباراة، وأحمد فارس 22 مباراة. أرقام وأي أرقام تبقى دائما وأبدا في الذهن وفي الذاكرة وفي التاريخ. مفيش كلام، خلفان يرجع لورا يستلم ويغير اتجاهه بشكل جميل يا ولد، لخلفان تاني ولكن مضغوط جدا، اوه قطع بيدرو، قطع بيدرو وطلع قدام لتشافي، قد يصوب، عملها بيدرو، بيدرو ارضيه من جديد، لكن وحشه يا بيدرو، وحشه بيدرو، وحشه وحشه وحشه. لكن شوف تشافي، تشافي يا جماعه ما بيكسرش بخاطر اي حد بيجتهد، ايه ما بيكسرش بخاطر دي، بلدي قوي، هي بلدي قوي، ضربة رأس، ما بيكسرش بخاطر أي حد، يعني إيه ما بيكسرش بخاطر؟ يعني أنت مدافع واجتهدت وطلعت وعايز تهاجم، أنا هعتبرك جزء من المنظومة الهجومية، اتفضل، ويديها له سبحان الله كأنه مهاجم عظيم ويتعامل بمنتهى المنطق، مش كده ولا إيه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، أدي التدخل الجميل من عبد الكريم حسن، توقيت مثالي في اللعبة الأخيرة، جاسر لاعب خط الوسط بيجتهد جدا جدا. أمامية من جديد، خلفان يا جماله يا رشقته يا مهارته يا فرمته الجميلة، يعدي خلفان، يمر خلفان، عايز ضربة جزاء، لا يا خلفان، ده فارق بدني لصالح الإيراني مرتضى، لصالح الإيراني مرتضى. من جديد العربي عايز علي زيد، العربي عايز مبارك مصطفى، العربي عايز عادل ملا، العربي عايز لعيبة من الزمن الجميل بالقدرات بالمهارات بالمواهب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
2-1 الشوط الأول، تقدم السد بهدفين لحسن العيدوس، ونجح بعد ذلك النادي العربي في تسجيل هدف لجاردن. بعد ذلك السيطرة بقت مستمرة لنادي السد مع محاولات عربوية، كاد أن يسجل التعادل ولكن ضاعت الفرصة. أحمد فتحي لاعب خط وسط بقدرات هجومية جميلة من حيث السيطرة، من حيث التواصل للتمرير الطولي واللعب مع خلفان ثنائيات أكتر بيسند عليه كويس قوي، وسجل قبل كده هدف في مسافة 70 ياردة، كان واحد من أجمل أهداف الموسم على المستوى الفردي. إذن تبديل أول، خروج جاسر يحيى ونزول أحمد فتحي من نادي العربي. أحمد فتحي كان لاعب ضمن صفوف منتخب قطر في خليجي 23، وكان لعب المباراة الأخيرة للمنتخب. الشوط الثاني أصبح نادي السد بالأبيض إلى اليسار، وخلفان بالأحمر مع العربي باليمين للسادة المشاهدين، وسالم الهجري على طول يستلم اللعبة الأولى ومنه لحسن الهيدوس، ولكن توقيت مناسب في السيطرة على الموقف تماما، وعودة الكرة للخلف. طلال البلوشي باص أمامي على طول عند خلفان، سبحان الله، سبحان مغير الأحوال، طلال في نفس المكان كان يعملها الخلفان عشان يروح يسجله في العربي، دلوقتي طلال بيعملها الخلفان عشان يروح يسجله للسد. بقاء الحال من المحال، ولازم الكل يكون عارف كده، الكل يعمل باحترافية، الكل يعمل بإخلاص للمكان اللي هو فيه، وشفنا الإخلاص والتفاني والوفاء من جماهير نادي السد في أجمل لقطة في الشوط الأول في الدقيقة 14 للرقم 14، رقم خلفان مع نادي السد على مدار 15 سنة بحضوره الجميل، وبيحيوه طبعا نجمهم الكبير، وقفوا له كلهم واشعلوا الاضواء والى اخره، تقديرا لقيمه نجم كبير بحجم خلفان قضى 15 سنه قدم فيها كل ما يملك من الصحه، من المتعه، من التركيز، من اجل اسعاد جماهير نادي السد ورفع شان هذا النادي الكبير. حسن الهيدوس، سالم الهجري، سالم اشتغل بعرض الملعب على طول لياسر ابو بكر. سالم الهجري من تاني، اقصى اليمين العرضيه حامد اسماعيل، ولكن لمين يا حامد؟ زعلان قوي بغداد بنجاح، بيقول له بعد كده تعملها في الجون برضو يا حامد، كان مستني بالعرض بغداد مع زمايله، لكن غريبه ان حامد عملها بالشكل ده. هل اعتقد ان مهند نعيم هيطلع ثلاث اربع خطوات يستناها بالعرض فيخدعه مثلا؟ المسافه كانت بعيده قوي، كانت بعيده قوي، اعتقد اشهر خدعه على مستوى خداع بهذا الشكل، ولكن مسافة أقرب قوي. تفتكروا هدف سقراط في ديونوزوف، في ديونوزوف في لقاء البرازيل وإيطاليا كاس عالم 82، عمل أنه بالعرض راح حاططها له في الزاوية القريبة، طبعا كانت خطيرة جدا. ومرة كان عملها جورج ويا في عصام الحضري منتخب ليبيريا ومنتخب مصر، كانت واحدة برضو من اللقطات اللي فيها الخداع الكبير لحراس المرمى، أن الكرة بالعرض تتحط في الزاوية القريبة. لكن طبعا سقراط البرازيل في ديونوزوف إيطاليا كاس عالم 82 هي الأشهر على مر التاريخ. الكرة العرضية من جديد، يصعد من تاني كريم عبد الكريم حسن، يأجل اللعبة الأولى، يشتغل بالعرض برجله اليمين، سكند بول على طول، ضربة راس من جارديل، لكن ترجع إلى ياسر أبو بكر ويعود السد للسيطرة من تاني. نفس اللعبة، قالوا لعبد الكريم ولا يهمك هنجيبها لك، وجابها له لو عدت خطر. شوف دلوقتي تشافي موجود فين؟ موجود داخل منطقة الجزاء. طلال البلوشي لاعب الوسط المدافع زمن جميل لي هو وسام رزق، كاتنين ارتكاز مع نادي السد. الآن وسام بعد مشواره مع نادي الجيش وقائد لنادي الجيش ورئيس جهاز الكرة لنادي الجيش، خد دورات تدريب وأصبح مشروع مدرب للمستقبل، والآن محلل مع قنوات الكأس مع زملائنا الأعزاء قبل المباريات وفي المجلس أيضا مع العزيز خالد جاسم. ترجع تاني مرتضى بدرو شافي، عميقة للهيدوس، دخل في العمق، فتح لحامد إسماعيل جبل شمال، علي أسد هو دلوقتي اللي في الشمال، العرضية الجميلة، سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الروعة، يا سلام على الروعة، حلوة أوي أوي أوي، وطاير، تشعر أن بغداد بنجاح طاير، أنا طير في السماء، أنا طير في السماء، لكن راحت في الأرض ما طلعتش في السماء إلى ضربة المرمى. علي أسد عاملها كمان بحرفية، وسعد ناطق رقم 17 بالأحمر برضه حرم بغداد بنجاح أن ياخد راحته. مش عايزين نركز مع فرصة ضاعت من مهاجم ويكون سبب ضيعها مدافع تمركز كويس،
ذكي جدا في الالتحام، بوزيشن صح من البداية، توقيت وطول وقوة وتركيز، ونقول المهاجم ضيع وما نقولش ان سبب تضييعها مدافع محترم بحجم سعد ناطق في اللعبة الأخيرة. جاردل صاحب هدف العربي الوحيد لخلفاء لأحمد فتحي عكس الاتجاه في نص الملعب على طول. سالم الهجري لعبه جنب تشافي خلاه كتير من الكرات عايز يعمل الدورانات الحلوة بتاع تشافي. هو أصلا عنده الإمكانيات، لكن مع الوقت هيختار إمتى يعملها وبأنهي زوايا، لأن التغيير الاتجاه بالشكل ده محتاج زوايا سحب الكرة، تسحبها بالعرض ولا بتسعين درجة ولا 45 درجة. مع الوقت والخبرات والتعود هيبقى حاجة جميلة إن شاء الله. حامد سلام على الروح الجميلة، يا ولد يا ولد يا ولد، روح عالية قوي قوي من حمد حربي، برافو يا حمد. بيلعب زي باك شمال في الخمسة اللي ورا، طلال البلوشي وسعد ناطق وإيفان، ثلاثة في نص الملعب، وإن كان الشوط الثاني شايفنا إن هم اثنين بس ورا، لأن طلال البلوشي دخل في العمق ويقرب أكتر وأكتر من تشافي. أدي على طول أمامية إلى خلفان عبد الله معرفي ناحية اليمين على طول، عبد الرحمن وليد خلفان وأحمد فتحي، ترجع تاني لخلفان، أقصى اليمين من جديد لعبد الرحمن، لعبد الله معرفي عامل له زاوية لعب كويسة، برافو عبد الله. يوسف رمضان اشتغل بعرض الملعب، طلال بلوشي باص العميق الجميل، ضرب الأوفسايد، ممكن يصوب، اتأخر الولد، لكن بيعمل حاجات تغري أي حد إنه يلعبه قدام، بس محتاج تركيز في الـ في الـ في السبعة ثمانية متر الأخرانيين، سبعة ثمانية يارد الأخرانيين، اللمسة الأخيرة محتاج تركيز وتعود عليها أكتر. تاني، آخر فوز للنادي العربي كان من خمس سنين وشهرين، 5 في 12 ب 60 شهر و2 من 62 شهر، اضربهم في 30 يوم كتير قوي. من 21/12/2012 كان انتصار 4-2 للعربي على السد، كان السد متصدر والعربي يعاني، نفس فكرة هذه المرحلة اتكلم عليها امبارح عبد العزيز المعرفي مع خالد جاسم والمجلس، وذكر ان لا يشترط ان العربي الاخير والسد المتصدر ان قبل الماتش تقول السد هيفوز، لكن جوه الملعب شفنا افكار مختلفة واحوال مختلفة وكرة عرضية من ناحية مختلفة، ولكن على طول الى جاردل يعود للخلف. خوخي ابو علام كان سجل ساعتها للعربي، وموسى البركة المدافع الاسمراني، وعبد العزيز حاتم قبل ان ينتقل للغرافه، وفاندرليك قبل ان يرحل، بينما يوسف احمد وخلفان كانوا سجلوا للسد في العربي في 21/12/2012. يا زمن كان زمان، الخمس سنين دول العربي بياخد فيهم ثلاث بطولات دوري واثنين كاس سمو الامير وواحد كاس ولي العهد، ويعمل كل حاجه ويمتع الدنيا كلها. على مدار الخمس سنين العربي لم يقدم شيء. دارت الأيام وحلم العربوية صاحي ولن ينام في أن فريقهم يعود. تشافي شيخوخة الصقر ولا شباب البغبغان، أي والله بغداد، ضغط قوي من سعد ناطق، يا ولد على القوة البدنية الجميلة. وادي جاردل كسب مساحة كويسة قوي، ايوه يا اخي اطلع فوق شوية، انت لعيب يا اخي، اطلع فوق يا اخي في المنطقة الصعبة يا اخي، ايوه دي الحاجات اللي ورا اي حد يعملها، اي حد الحاجات اللي ورا بشوية صحة يعملها، لكن الشغل اللي فوق شغل خلفان، وشغلك ده لازم تقرب منه اكتر، انت لعيب امكانياتك كبيرة. وادي عبد الرحمن لازال بيحاول، وجميل انه يفضل يحاول، تصويبه من مسافة بعيدة قوي إلى ضربة المرمى. خلفان ولكن اتقفل عليه كويس، اتقفل عليه عايز فاول، وروحه جميلة، قام وسلم على بدرو، وبدرو قام وسلم عليه. الكبير دايما الكل يقدره، الخسارة ما حدش بيقبلها، والانتصار الكل بيدور عليه، لكن العلاقة بالآخرين بترتبط بحاجات كتير قوي 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 قوي، تاريخ وأخلاقيات وإمكانيات ورصيد عظيم وكرة حلوة ومجتمع جميل عايشين فيه، لازم الكل يكون جزء من هذا المجتمع، والرياضة جزء مهم من المجتمع ما فيش كلام، وتؤثر تأثير عظيم في المجتمع،
والدليل شفتوا حضراتكم قيمة اليوم الرياضي اللي بيتم دائما وأبدا كل عام في فكرة استثنائية لم تحدث في تاريخ كل دول العالم. مرة دي على طول تشافي وش رجل الخارجي يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، عنده زوايا رؤية غير عادية، زوايا رؤية لتشافي غير عادية، على طول إلى خلفان. تشافي معاه أربع عيون ومركب مرايات جنب، حاجة فوق الوصف فوق الوصف. وهو واقف فوق الكورة بيعمل باص 50 ياردة وعمر ال 38 سنة بكامل الصحة والعافية. تاني على طول يقطع بشكل كويس، لعبة الأخيرة حمد حربي، أدي حمد. كان سلمان عيسى المدافع البحريني فاكرينه، كان واحد من المدافعين الممتازين الحقيقة مع النادي العربي، كان بيلعب ستوبر، كان بيلعب واحد من ثلاثة وأحيانا راس حربة. أدي الكرة العرضية الجميلة، حامد إسماعيل تاني، تعدي من الكل تروح لعبد الكريم حسن كيمو، تاني على طول لعلي أسد، علي أسد مساحة ممتازة ولكن إلى ضربة ركنية. أحمد خليل كان حارس تاريخ العربي ولعب أيضا لنادي السد، مهند نعيم الآن للعربي وكان لاعب سابق للسد، مع الفرق طبعا في التاريخ والإمكانيات وأولمبياد لوس أنجلوس. الآن أحمد خليل مذيع زميل عزيز في البين سبورت، واحد من الشخصيات الجميلة. ضربة ركنية لصالح نادي السد، يلعب تشافي رايح له الهيدوس، قال له لا سيبها لي، أنا عندي مرتضى وبغداد وبدرو وألعب قصيرة ليه؟ ألعب قصيرة ليه؟ ولكن هناك عملاق أيضا إيفان عبد الرحمن عبد الله معرفي وفاو بلمسة يد عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء، ماشي بالماتش كويس قوي. يا ياهو الهدف الثالث سجلوه. ايه يا كيمو ده؟ ايه يا كيمو يا عظيم ده؟ من اين لك هذا يا كيمو؟ كيمو الى اوبن البلجيكي اجتهد وتفوق وتألق وتعلق، عاد للزعيم، ابتعد عن مستواه قليلا والان يقفز بالباراشوت في مصاف الكبار. فهو احد هؤلاء الكبار، فهو يلعب لنادي هو كبير الكبار، هو الزعيم. بص القرار، يا قرارك يا ولد، يا تصويبتك يا ولد، الله عليك يا ولد. بص شوف كيمو بيعمل ايه، يسجل ثلاثيه للزعيم، يا جماله يا جماله، بشماله وعلى شماله حطها له. الله 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 الله، روعه روعه روعه. في أي ملاعب العالم، في كل بطولات العالم، مع أفضل نجوم العالم، كرة تنتزع الأهات من المدرجات، وعبد الكريم حسن يصدق على كفاءته وقيمته العظيمة وفرحة مرتضى، كما لو كان الهدف هدفه، كما لو كان هو اللي سجله. وجماهير الزعيم في المدرجات الأكثر وفاء في هذه الجولة، في لقطة الوفاء لخلفان، رغم أنه أصبح منافس لهم، لكنه واحد منهم، واحد ممن صنع المجد والقيمة الكبيرة لنادي كبير عظيم بحجم نادي السد. الله الله الله. عبد الكريم حسن يسجل النجم الكبير الهدف الثالث، دقيقة 57. تاني على طول محاولات تصويب النادي العربي لكن مش قادر. نفس نتيجة الدور الأول، كان سجل بغداد وبدرو وعلي أسد، وكان جاردل هو اللي سجل هدف نادي العربي. النهارده جاردل بيسجل تاني، ولكن الهيدوس بيسجل هدفين. وادي فريرا، تعليمات فريرا الآن، بيطلب حاجة معينة، هيلعب ضد فريق بيروزي الإيراني، وفي مسؤولين من نادي وفريق بيروزي موجودين هنا في المباراة، بيتابعوا المباراة، بيشوف السد آخر خطوطه، آخر خيوطه، آخر أفكاره، آخر إبداعاته. وأعتقد أن عبد الكريم حسن سينال قسط كبير، مش من الماتش ده عموما، لكن النهاردة بالذات بعد هذا الهدف هيبقى في حسابات. ولكن ثقتنا كبيرة إن شاء الله في الزعيم والغرافة والريان والدحيل في تقديم جولة قطرية أسيوية ناجحة، كما كانت الجولة الأولى ناجحة، بغض النظر عن خسارة نادي الغرافة اللي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله أمام فريق تراكتور. سالم الهجري، الهيدوس، شافي، بغداد دخل في الزحمة، إيفان في الوقت المناسب، عبد الله معرفي، أحمد فتحي، كان غاب أحمد للإصابة،
أحمد يسيبها لنفسه. يعني شوف أحمد بيلعب في العربي ضد السد، ووالده واحد من أهم مدربين السد على مدار أكثر من 25 سنة، والده فتحي عبدون، وتم تكريمه هنا في هذا الملعب من محمد غانم العلي ومن اتحاد الكرة القطري أيضا واللجنة الفنية. فهو بيلعب ضد السد ووالده من أهم صناع كتير من الناشئين في نادي السد. هذه تاني من جديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بغداد يا بغداد يا بغداد يا بغداد، ثامن أهداف النجم الكبير ورابع أهداف الزعيم. الزعيم يقصو على 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 نادي القرن، يقصو على فريق الأحلام، يقصو على النادي العربي. والديب الديابة في المدرجات، الديب ياوي نعم، وأكرم عفيف ورقة ربحة من أهم ما يمكن ستكون حاضرة في المرحلة القادمة. مهرجان السد بدأ السيرك بدأ يفتح أبوابه أكتر وأكتر، أصبح الدخول مجانا من أجل المتعة، من أجل تصدير المشاهدة الجميلة. وبغداد بنجاح على يمين مهند نعيم، مراوغة جميلة، اعتقد أنها تتحط في البعيد، اتحرك خطوة شمال، اتثبت بقت على يمينه، بس خلاص صاحب ثنائية الفوز على الوصل الإماراتي. وفكر المدرب فيريرا أكثر من رائع، بيختار التوقيت المناسب للدفع باللاعب المناسب، للدفع باللاعب المناسب. نعم، بعدما قدم مباراة كبيرة وحضوره أكثر من ممتاز في مرات كثيرة، ياسر أبو بكر لاعب الوسط المدافع بيخرج وينزل أكرم عفيف أحد أهم لاعبي المنتخب القطري، سواء هدفين سجلهم من أجمل اللاعبين اللي كانوا حاضرين في خليج 23، وصاحب هدف الفوز ببرونزية آسيا تحت 23 سنة، واحد الأسماء اللي المفروض إن شاء الله بمشيئة الله وبدون مقاطعة في كأس العالم 2022 سيكون لاعب كبير وكبير جدا ضمن صفوف العنابي إن شاء الله في كأس العالم. خروج ياسر أبو بكر ونزول أكرم عفيف. علي أسد كده هيروح يلعب في نص الملعب، أهو علي أسد دخل في نص الملعب مكان ياسر أبو بكر، وأكرم عفيف هيلعب زي جناح شمال، لكن لا مانع من الحركة طبعا. أربعة واحد، السنة اللي فاتت 7-0 و3-2 للسد. بغداد بنجاح السنة اللي فاتت سجل 7 أهداف في مرمى النادي العربي، 5 في مباراة 7 و2 في مباراة الثلاثة، وادي اهو في الدور الأول بيسجل هدف، والنهاردة كمان بيسجل هدف. بغداد بنجاح بيحطم الأرقام تحطيما ويتساوى مع تينوريو كأكبر هداف في تاريخ مباراة السد والعربي ب9 أهداف. المدمرة تينوريو النجم الأسمراني النجم الإكوادوري فاكرينه، كان واحد من النجوم الكبار. الآن بغداد في أقل من سنتين بيسجل 9 أهداف في مرمى النادي العربي. هي الشباك فاتحة الشهية دائما لأهدافه، شباك النادي العربي بالنسبة لبغداد. جارديل عبد الرحمن الجاسم، لياقة بدنية مرتفعة، تحركات كويسة. أدي جارديل برازيلي اشتغل بعرض الملعب، فين كابوري وفين بسكوليتشي، ومشي خوخي بعلام. زي ما قلت لحضراتكم كل ما النادي العربي يكون عنده لعيب 2 3 4 يتبني عليهم فريق يعود العربي يتم التفريط فيه. كابوري مشي، بسكوليتشي مشي وبسهوله قوي قوي قوي، خوخي ابو علام مشي وحضر هنا النادي السد ولكنه مصاب النهارده. حسن بلنك وبعض بدلاء السد بيسخنوا، واحمد ايضا، سهيل مدافع، لوكا بيعمل تبديل، بيخرج عبد الله معرفي وينزل المهاجم الغاني كاري لاعب المرخية السابق. خروج عبد الله معرفي، زيادة لاعب مهاجم أكثر بيجازف أكثر. ويبقى سؤال مهم، كاري مهاجم وقاعد احتياطي وانت لسه جايبه من نادي المرخية وما بيلعبش، تقعد احتياطي وانت ما عندكش راس حربة اصلا، تلعب اولاد صغيرين كانوا باكات قبل كده تلعبهم مهاجمين، وتضيع وقت حوالي 65 دقيقة وما بيلعبش، قد كده مش مقتنع بيه؟ ولا هي رسالة للإدارة إن أنا ما عنديش لعيبة؟ أخدته ليه؟ صحيح هو جاي من المرخية، والمرخية أحوج ما يكون لمهاجم كويس،
فعشان المرخية يكون فرط فيه دليل انه مش لاعب عظيم، لكن انت اخدته هو معاك وما عندكش راس حربة. عموما ليست اتهامات بقدر ما ان هي اسئلة ومسألة، ليه وليه وليه، مش كده ولا ايه؟ عبد الكريم حسن سجل هدف عظيم. سالم الهجري، طلال البلوشي، سعد ناطق، الحربي حمد الحربي، سعد ناطق، مهند، إيفان. كان خليفة سالم مدافع من قبل في هذا المكان في النادي العربي، كان علي الصليطي، قاسم بور النجم الإيراني، واحد من اللي لعبوا للعربي والسد، وبوركوبيو المدرب البرازيلي مع العربي حقق الإنجازات، انتقل للسد خد الإنجازات معاه أو جابها للسد معاه، كان واحد من اللي سافرت بعثة خاصة من قنوات الكأس إلى البرازيل لعمل لقاء معاه في برنامج صائد البطولات. بوركوبيو تكلم عن الزمن الجميل لكرة القدم القطرية، تكلم عن لعيبة العربي إمكانياتهم العظيمة، لعيبة السد وإمكانياتهم وقدراتهم الكبيرة، زمن جميل، إمكانيات كانت أقل، ملاعب كانت أقل جودة، مواهب كانت موجودة. تاني على طول سلام على حسن اللي هيدوس وسرعة الأداء لحامد إسماعيل، حامد إسماعيل، وضربة مرمى، ضربة مرمى، ذكي جدا سعد ناطق اللعبة اللي فاتت. حامد إسماعيل في واحدة من محاولاته دراع اليمين ده برضه عمل إعاقة، ولكن تشعر إن الاثنين في الآخر عطلوا بعض، تشعر إن الاثنين عطلوا بعض. واحدة من اللعبات المعقدة، بيخرج تشافي طبعا لأجل الراحة، خروج تشافي. نزول لعلي فريدون، يخرج النجم الكبير، مباراة مهمة أمام بيروز إن شاء الله. علي فريدون أيضا من الأسماء اللي بتلاقي لها حضور في هذه المرحلة، لاعب نادي الشمال السابق كمهاجم، ويخرج بغداد أبو نجاح. بغداد كان مصاب بقاله فترة، فالفورمة بتاعته مش 100%، فلما ياخد ماتشين ورا بعض جامدين مثلا أو الضغط فيهم عالي ولسه الفورمة أصلا مش مكتملة، فمحتاجة برضه واحدة واحدة من حيث الزمن ومن حيث الشدة. مش يقول لك ده جاي من إصابة يعني كان مرتاح يبديله ورا بعضه، لا ما تحسبش كده. مفيش كلام عن الإجهاد قوي، وأحمد الأنصاري الحقيقة قال كده، المسؤول الإعلامي في نادي السد، وعي كبير، قال لك لسه ما نتكلمش على الإجهاد دلوقتي، ممكن نتكلم على الإجهاد بعد أربع مباريات من دلوقتي، نلعب سبت وثلاث أو خميس وثلاث، كناية إنه يوصل ثلاث أربع أيام بالماتش، والماتش من بعد خمس ماتش نبتدي بقى نتكلم عن فكرة الإجهاد، لكن بون دلوقتي لا، دلوقتي ما فيش حاجة اسمها إجهاد، إحنا فريقنا تمام وزي الفل، ومع بداية مرحلة الإجهاد يبتدي التيرن أوفر يتعمل، لكن لا مانع من راحة لعيب عظيم عنده 38 سنة، أداؤه كما لو كان 20 سنة هو تشافي. نعم شيخوخة الصقر ليست بل أفضل من شباب البغبغان، نعم يقدم المتعة دائما وأبدا. علي فريدون هيدور على خامس جون، علي فريدون بديل على طول، أكرم عفيف بديل في هذا اللقاء على طول، أخوه مصاب، شقيقه علي عفيف، سلامات يا علي، لاعب نادي الدحيل هيقعد مش أقل من شهرين، تاني على طول هتخد علي أسد، لكن مقطوعة وإنقاذ خلفان حمد الحربي. تعود من جديد كاري حمد الحربي، كاري لاعب المرخية السابق، النهارده المرخية تعادل مع الخور 1-1، كان كسبان من جديد، أول مباراة لعادل السليمي نجم التونسي و مدرب المرخية خلفا ليوسف آدم. تاني على طول ضربة مرمى لصالح نادي السد. هقول لكم على حاجة بخصوص النادي العربي واللي بيبصوا للنادي العربي المرحلة اللي جاية. النادي العربي هيتبقى له خمس مباريات على نهاية الدوري،
يهمه جدا ما ينزلش ولا يتعرض لمرحلة لا الهبوط ولا حتى مباراة فاصلة. نشوف علي عفيف، بص 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 علي عفيف وسرعته واخترقته وشخصيته الهيدوس وعرضيته، ولكن على طول إيفان بخبرته ينقذ الموقف. العربي هيلعب مع ثلاث فرق من اللي تحته وفوقه، يعني العربي دلوقتي ترتيبه 11، ال 12 المرخية، والعاشر والتاسع الخرطيات والخور. هيلعب ضد الفرق الثلاثة دي، العربي هيلعب ضد الخرطيات والمرخية والخور إلى جانب الريان والغرافة. دي الماتشات الخمسة المتبقية للعربي غير مباراة النهاردة. أما السد فباقي له مباراة الأهلي والدحيل، أم صلال والخور والخرطيات. ومباراة السد والدحيل هي مباراة بطولة الدوري، هي مباراة بطولة الدوري، وهتكون جاية بعد بداية مرحلة الإجهاد من الماتشات الآسيوية. أدي التمريرة السريعة لعلي فريدون. علي فريدون من اللاعبين بتوع المساحات، ودلوقتي مش موجودة مساحات في خط ظهر النادي العربي في الإمارات كتير. سقوط على الأرض، سلامات. الماتش اللي جاي للعربي مع الخرطيات. الخرطيات هو الفريق اللي فوق العربي في الترتيب بفارق نقطة واحدة، 13 نقطة والعربي 12 نقطة. يا ترى المدرب لوكا هيحضر فرقته لمباراة الخرطيات من دلوقتي، ولا عنده أمل يعود للمباراة ويحقق معجزة؟ عموما الفرق بين مباراة ومباراة الخرطيات أسبوع، يعني راحة كبيرة، غير حسابات دوري أبطال آسيا. علي فريدون العرضية، إيفان، حمد الحربي، خلفان الولد سالم الهجري، جميل، رايح بيضغط عليه وبالراحة، مش عايز يعوره ولا عايز يضغط عليه الضغطة الطبيعية، بيحبه وبيثق فيه وخايف عليه. لعيب هو عنده 18 سنة، جاله 2 قطع رباط صليبي ما شاء الله، ومع ذلك أكمل كأحسن لاعب في آسيا وتاني أحسن لاعب في آسيا، وحاجة فوق الوصف، فوق الوصف. يبقى الأسمراني عبد الله كوني 26 مباراة، رقم كبير للمدافع المخلص تماما للزعيم. عودة تاني، مبارك عنبر واحد من المخلصين على بر التاريخ أيضا في تاريخ نادي السد كرأس كستوبر عظيم. مسعد الحمد لعب 18 مباراة مع السد ضد العربي، باك اليمين. محمد صقر حارس المرمى لعب 20 مباراة. الهيدوس النهارده بيلعب مباراته رقم 21 ضد العربي. ضاحي النوبي باك الشمال التاريخي أيضا لعب 15 مباراة للسد ضد العربي. محمد غلام مدير الفريق والباك اليمين أيضا 14 مباراة ضد العربي. وسام رز لعب 14 مباراة مع الزعيم ضد النادي العربي. سلمان عيسى لعب 14 مباراة مع العربي ضد نادي السد. بعض الأرقام وليس كلها، لكن كلهم لهم تاريخ جميل الحقيقة ومحترم. أدي خلفان لازال بيجتهد وبيكافح وبيحاول، ولكن ضاعت فرص من النادي العربي على الأقل فرصتين. دقيقة 73 مشاهدينا الكرام. ادي قدام حضراتكم دول مسؤولي نادي بيرسبوليس نادي بيروزي اللي هيلعب مع نادي السد ان شاء الله مباراته اللي جايه في دوري ابطال اسيا ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي الساعه 6:30. هنا جايين بيتفرجوا على الماتش وبيتابعوا اخر ما وصل اليه نادي السد من افكار ومن قدرات ومن فورمه لبعض اللاعبين. هم عارفين طبعا، طب جايين بيتفرجوا في الملعب ليه؟ ما يتفرجوا، ما دلوقتي السيديهات والماتشات منقوله واخراج على اعلى مستوى. قال لك لا، أنا عايز أحس باللعيب في الملعب، أحس بالمساحات، أحس بردود أفعاله بعيد عن الكاميرا. وبيجي خبراء بيتفرجوا، مش أي حد بيتفرج، مش أي حد يقول لك ده بيلعب 4-4-2 وقضي الأمر مثلا، لا، ليها حسابات، توقيتات الخروج من الخلف للأمام، مين اللعيب اللي بيخرج الباك اليمين أكتر، ولما بيخرج بيلعب كراته العرضية معظمها فين، تحركات من الناحية العكسية بتكون مين. شوف أكرم عفيف بيعمل الصعب عشان يستمر في انه يتعود عليه. طلال البلوشي، سيطرة لطلال، يا ولد الخبرة الكبيرة طبعا. طلال كان احترف قبل كده في نادي الشباب السعودي. 13 تصويبة لنادي السد منهم 3 من خارج منطقة الجزاء، و10 تصويبات من داخل منطقة الجزاء منهم 2 من داخل الست ياردات. دي تصويبات نادي السد في اللقاء حتى الآن. 75 دقيقة دخلنا على الربع ساعة الأخيرة أو خلاص. جماهير نادي السد وجماهير الفرق الأربعة المشاركة في البطولة الآسيوية واقفين وقفة حلوة مع بعض، عايزين دعم أكبر إن شاء الله المرحلة اللي جاية.
هادي عبد الرحمن ضاعت منه فرصة في الشوط الأول، كان ممكن تكون التعادل. مشجع يتابع اللقاء تشعر أنه عرباوي بيبص بنص عين كده أو بديهم مد الملعب جنبه، يعني زعلان منهم. أربع تصويبات للنادي العربي، اثنين من خارج منطقة الجزاء واثنين من داخل منطقة الجزاء، وهدف واحد فقط للنادي العربي. 13-8 على المرمى وأربع تصويبات واحدة على المرمى. أعتقد دي بتترجم حال المباراة من حيث الخطورة والقيمة والكفاءة والقدرات والاستحواذ، مش كده ولا إيه؟ من جديد حسن الهيدوس لنصيبه أربع تصويبات من ضمن تصويبات نادي السد، بينما بغداد بنجاح لتصويبتين منهم واحدة هدف، ثمان تصويبات منهم واحدة هدف. دائما دوره مؤثر في اتجاه المرمى، لاعب إيجابي تماما نجم الجزائري بغداد. النهاردة السد بيفتقد حمرون يغارطة، نجم اللي كان الحقيقة خيره بديل للتهديف في مراحل مهمة جدا مع غياب بغداد. تاني على طول توقيت مناسب جدا مهند نعيم، النهاردة مهند بيواجه فريقه السابق، أربع أهداف حتى الآن، يسأل عن هدف واحد منهم فقط الحقيقة. ودي لوكا واحد من المدربين اليوم تاريخ جيد، ولكن الظروف احيانا لا تكون في صفك. هو حد يقول ان كالديرون مدرب قطر اللي تم انهاء خدماته مدرب مش جيد؟ ما ده اللي وصل السعوديه لكاس العالم، وده مدرب البحرين ومدرب عمان، ولكن الظروف احيانا لا تكون في صالحك. عبد الله مبارك كان معاه المفتاح السحري، اه والله سبحان الله، اصبح لنادي قطر شكله ولونه وطعم وكل حاجه حلوه. تحضير ثاني وتصويب، كاري ترجع تاني في نص الملعب على طول. احمد فتحي بيسيطر النادي العربي لكن مش قادرين يروحوا على المرمى، حائط صد النادي السد، ونادي السد كويس اللي بيتعرض لهذه الحالات كاختبار قوي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على المهاره الجميله. وادي التقدم من جديد، عارفين ده مين؟ ده بيدرو، ده بيدرو للسوبر. طب الايرانيين هيقولوا ايه؟ ادي العرضيه من تاني، فرصه الخامس، يراوغ يحضر يصور، ولكن الى ضربه المرمى. الموال من اوله حلو، الموال من أوله حلو، القصيدة بدايتها جميلة، محاولات كانت من إيفان. ده بيدرو المدافع في قلب خط الظهر أصبح جناح يمين، يروحوا له شمال يجي لهم يمين، يا ترى مين اللي عنده الخبر اليقين؟ هيمشوا من هنا محتارين. أيوه محتارين، لأن السد سجل بالشمال وسجل برضه باليمين، مش كده ولا إيه؟ نشوف مع بعض. عبد الكريم حسن، كيمو لعلي أسد، لكيمو لعلي أسد، يا ولد يا ولد يا ولد. وضربة جزاء، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. الدور الأول كان ثلاثة، السنة اللي فاتت كان سبعة، السنة اللي فاتت كان ثلاثة، يعني 13 هدف في ثلاث مباريات، في آخر ثلاث مباريات ضد الفريقين. النهاردة يبدو أننا في طريقنا للهدف الخامس لنادي السد. وادي علي أسد، ترقيصة الحلوة بتاعته، وإيفان المدافع قال له تسمح لي بالرقصة دي؟ قال له لا، قال له لن أسمح لك. ذوق عافية، ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد وعرقلة، وهيلعب حسن الهيدوس عشان يكون هاتريك إذا سجل. حسن الهيدوس في طريقه لإحراز هدف ثالث في هذا اللقاء، النجم الكبير وهدفه رقم 11 هذا الموسم. حسن الهيدوس بكل هدوء، بكل ثقة، بكل تأني، أقدام الهيدوس تغني وتعزف لحن الديابة الجديد. نعم يا فرحة الديابة، يا فرحة عيال الديب، بيب بيب بيب، يا فرحة عيال الديب. طب توت توت توت، جمهور الزعيم طبعا ولازم يكون مبسوط، عاد بانتصار غالي وعزيز أمام الوصل آسيويا، والآن ينتصر على فريق الأحلام، على نادي القرن، على النادي اللي كان عظيم في إمكاناته وقدراته وبطولاته، فريق العربي، ويفوز بالخمسة
ويسجل حسن الهيدوس 3 أهداف من 5. فرحة جماهير السد ولهم الحق، ولهم الحق. 5-1. يوسف رمضان، قلت من ربع ساعة وكنت أتمنى أنها تستمر أن يحافظ المدرب لوكا على هذا اللاعب الكبير خلفان، وكان ممكن يخرجه، كان ممكن يخرجه. هيمتع، ولكنها لحدود، وعنده ماتش جاي مهم جدا مع الخرطيات وبعده مع المرخية. أنت أحوج ما يكون لأن يكون معك دائما خلفان في هذه المواجهات الصعبة. علي أسد لعلي عفيف، عايز يسجل لعلي أسد لأكرم عفيف أقول، ولكن سقط على الأرض، زحلق في اللعبة الأخيرة. علي أسد مع خروج تشافي، علي أسد انضمام النص الملعب مع خروج ياسر أبو بكر وحسن الهيدوس وعلي فريدون وأكرم عفيف موجودين في الخط الأمامي. خلفان أشبال النادي العربي سواء كان الشباب أو الناشئين، امبارح فريق فاز 16-1 والآخر فاز 5، وصغيرين من البراعم الواعدين اتعادلوا واتعادلوا. يعني أرقام بتقول إن إن شاء الله في خير للنادي العربي في أشباله وشبابه المرحلة اللي جاية وقطاع الناشئين، وده احنا بنتمناه لكل الفرق، ليس فقط للنادي العربي بل لكل الفرق. عبد الكريم هيجرب تاني، ولكن على طول المرة دي تطلع إلى ضربة المرمى. 82 دقيقة، وادي لوكا بيطلب تبديل في المرحلة اللي جاية. أتمنى لو يطلع خلفان للحفاظ على قيمة لاعب كبير قد ينفعه في المراحل الأهم في المرحلة اللي جاية. عالية فوق، صغيرة تاني في نص الملعب، ولكن طلال البلوشي، طلال بساطة وسهولة تاني إلى إيفان، مش قادرين يتخطوا هذه المرحلة الحقيقة. محمد الحربي عميقة هذه المرة، لكن حامد إسماعيل، سالم الهجري، علي فريدون بعد خروج بغداد، أكرم عفيف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نغم نغم السد، يقدم نغم من نوع خاص، لحن من نوع خاص. قال هيدوس الرباعية ولا إيه؟ الله يا مهند، الله يا مهند، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. 5 أهداف في مرماه، لكن يثبت أنه حارس كبير. شوف 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 الهيدوس، الهيدوس عايز السوبر هاتريك، لكن مهند نعيم طاير طاير، ركب الجناحين وطار، وبالإيد الشمال العكسية على طريقة عباس بن فرناس أيضا في هذه اللقطة. أدي بالإيد العكسية، متأسس صح، متمرن صح، هو حارس موهوب، هو حارس موهوب. هيخرج عبد الرحمن وليد، والبديل هو ياسين يعقوب. ياسين يعقوب ضربة ركنية لصالح نادي السد، على طول تاني أكرم عفيف، أكرم لمسة الواحدة على طول، حامد في مساحة جميلة إلى مرتضى، مرتضى مش ممكن، مش ممكن يا بدرو، مش ممكن يا بدرو. 6 أهداف، 6 أهداف كان زمانها في شباك النادي العربي، ولكن يهدر فرصة الهدف السادس. لكن شوف مين اللي عملها له، مرتضى عملها لبدرو، السردباكين عملوها لبعض جوه منطقة جزاء النادي العربي. أدي بدرو من لحظات كان بيعمل كرة عرضية جميلة، حاجات اللي يعني تستغرب لها أحيانا قدرات اللاعبين البدنية الكبيرة على التعامل مع هذه المواقف في ظل هذه الضغوط. إعداد بدني على أعلى مستوى للاعبي الدوري القطري عموما،
لان الارقام اللي بنشوفها في البروزون الحقيقه اللي بتيجي للانديه وفي برنامج 90 دقيقه زميلنا العزيز فالح الشمري مع الكابتن فهد تاني وفريق العمل اللي بيأدي هذا العمل الكبير لحضراتكم، بنشوف الارقام، ارقام الحقيقه تبين لك قد ايه ان في عمل، عمل كبير، عمل كبير. ادي خلفان تاني، بلاش الاحتكاك اللي ممكن يجيب مشكله. ساقط على الارض حمد حربي من النادي العربي، سقوط على الارض تاني هناك في الكره المشتركه. محمد حربي وقع على الارض، سلامات، سلامات. اللعبه المشتركه اللي فاتت احمد سهيل، يعني حاجه زي وسام الراوي، ما بين وسام الراوي ستوبر بيلعب وسط مدافع، احمد سهيل ستوبر يلعب وسط مدافع، والاثنين من اللاعبين الشبان الحقيقه اللي قدراتهم وامكانياتهم الفنيه والبدنيه كبيره. هذه اللعبة اللي اتلعبت على طول لعبد الكريم، خدها بشكل جميل وصوب بسرعة أداء وبثقة كبيرة وبقوة وبدقة وقرار، قرار مهم. كلهم فرحانين بيه، كلهم فرحانين بيه لأنه كانوا عارفين إن هو مخنوق شوية في راحته الهجومية. بص 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 الحب، بص الروح، وشفنا الحب مش جوه الملعب، الحب من المدرجات لخلفان اللي بيلعب ضدهم ابنهم 15 سنة كاملة، بينما لوكا زعلان وفيريرا فرحان. أخويا هايس وأنا لايس. خلاص 4 دقايق مشاهدينا الكرام على نهاية أحداث اللقاء الكبير بين السد والعربي، 5-1 لنادي السد. السد هذا الموسم، هذا الموسم نادي السد سجل الخمس أهداف من قبل مرة واحدة فقط عندما فاز على السيلية 6-0. غير كده السد وقف عند الأربعة، 4-2 على أم صلال، 4-0 على الخرطيات، و6-0 على السيلية، و4-0 على الغرافة. لكن 5 لتاني مرة هذا الموسم نادي السد يسجل 5 أهداف. العربي دخل مرمى هذا الموسم أهداف، لكن ما دخلش مرمى أكتر من 4 أهداف، كانت أمام أم صلال عندما خسر العربي من أم صلال 4-1. لكن أول مرة العربي يدخل مرمى 5 أهداف هذا الموسم في هذا اللقاء. يبقى تاني مرة، تاني مرة نادي السد يسجل 5 أهداف، وأول مرة النادي العربي يدخل مرماه 5 أهداف. إيفان إلى خلفان، عرض الملعب تاني على طول، واللمسة الواحدة الصغيرة لخلفان لكاري كاري، عودة للخلف، ياسين يعقوب بمحاولة، أحمد فتحي، أحمد فتحي معنويات متراجعة طبعا، خسران 5-1 الفريق ككل، لكن بيحاولوا، وهي دي المواقف الصعبة اللي اللعيبة بتتعرض ليها، ولازم يعرفوا إن هم تعرضوا ليها، إن هم نفسهم اللعيبة اللي خسروا 5، يعني أنتوا مش نازلين في الدقيقة 87 مكان فريق خسر 5، ده أنتوا اللي خسرتوا 5، يبقى أنت اللي لازم تنهي بشكل كويس، أنت اللي لازم تصلح الموقف، أنت اللي غلطت لازم تصلح غلطك. سواء دلوقتي او في التمرين باجتهادك بتعبك بجهدك، لازم اللعيبه تشعر بالمسؤوليه. مش كل موقف نقول المدرب هيمشي ويجي غيره، لازم اللعيب يشعر ان المدرب قوي وانه هيستمر وان انت اللي غلطان لو في غلط. طبعا ما نتفنش دماغنا في الرمله ونكون عارفين كاداره العيب فين والغلط فين، لكن لازم كل لعيب يحط نفسه كده. يا سلام يا سلام يا ابو علي، اوه علي اسد، ولكن مهند، مهند لا زال يتصدى رغم ال5 أهداف، تصدى لما لا يقل عن 4-5 أهداف. شوف جارد الرجع فين، 5 تصديات كاملة في مواقف مؤثرة لمهند في اللقاء. أوفسايد على كاري كاري، أوفسايد. لن نقصوا على لاعبين إمكانياتهم قليلة، اللعيب اللي إمكانياته قليلة كإمكانيات ككواليتي عمرنا ما نقصوا عليه، لكن ممكن نقصوا على لاعب امكانياته كويسه ويكون هو اللي مفرط في حق نفسه وحق ناديه وحق جمهوره. لكن لاعب امكانياته 4 من 10 ما نطلبش منه يكون 6 و7 من 10، هو امكانياته 4 من 10. امتى نلومه؟ لو قدم 3 من 10. سلم الهجري، مرتضى
ثقتنا كبيرة إن شاء الله في إن في القريب العاجل بإذن الله العربي هيرجع بشكل كويس، لكن الموضوع محتاج تظبيط أوراق البيت الإداري، البيت الإداري وليس البيت الفني، لأن الإداري هو اللي مسؤول عن الفني، هو اللي بيجيب المدرب ولجنة الكورة، اللي بيجيبوا اللعيبة الكويسة اللي تليق بقيمة النادي وطموحاته. والموضوع موضوع إمكانيات يا جماعة، خلينا واقعيين، موضوع إمكانيات مش كده ولا إيه؟ يعني إنيستا ممكن يسيب برشلونة، يسيب برشلونة عشان 35 مليون يورو في السنة في الصين. طب تقول برشلونة إيه؟ سبتوه ليه؟ معاك 35 مليون تديله تعويض؟ ففي حاجات في ايديهم وحاجات مش في ايديهم. تاني علي فريدون، علي فريدون عايز يثبت نفسه، يصور يا ولد يا مهند، يا ولد يا مهند، سادس تصدي لمهند خطر جدا. يعني 6-5 كنا ممكن بنقول 11 النتيجة، معقولة؟ معقولة؟ كتيرة جدا. جمهور السد، الجمهور الوفي لنجم وفي هو خلفان اللي لعب النهاردة ضد فريقه وضد جماهيره السابقة، ولكن يتذكرون ويحملون له كل الحب كل التقدير. وادي من بين الأقدام بكعب الرجل والقدام، ومن بين الأقدام تاني ببطن الرجل والقدام، كاميرات وتكنيك خاص في المباريات. دقيقتين وقت بدل ضايع، الزعيم يقدم وجه جميل لكرة القدم القطرية. وهذا الأسبوع الحقيقة شفنا ثلاث انتصارات للفرسان الأربعة في البطولة المحلية. الغرافة فاز 2، والدحيل فاز 5، والسد فاز 5، والريان اتعادل 2-2، وهم جايين كلهم من جولة آسيوية ورايحين لجولة آسيوية. نتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله، إن شاء الله. كاري كاري مهاجم المرخية السابق، طفل سداوي هيروح فرحان، طفل عرباوي يا رب يجي الوقت اللي على طول يروح فرحان ويفضل فرحان. خلفان ينطلق ويتقدم ويراوغ، لازال واقف على حيله تمام. فورمة فنية وبدنية جميلة للنجم الأسمراني، لجوهرة قطر السمراء خلفان. لعب للسد، لعب للعربي، هو خلفان القطري ابن قطر، هو خلفان ابن إبراهيم خلفان، وصالح خلفان عمه، وأحمد صالح خلفان ابن عمه، أشقاء وعائلة كلها كروية 100%. خلفان من تاني، هاتوا خد، عايز يجيب هدف، عايز يجيب هدف، ولكن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح النادي العربي. 5-2 شكلها أفضل من 5-1. تنهي المباراة بضربة جزاء أفضل ما تنهي المباراة وأنت مغلوب 5 والهدف في مرماك. أدي كاري كاري، يعني رجل مرتضى، رجل مرتضى اليمين قفلت على كاري كاري وحرمته ان ياخد التكنيك الحركي بتاعه، واضحه تماما. برافو عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء، برافو. ضربه جزاء صحيحه، ضربه جزاء. يوسف رمضان الباك اليمين ولاعب الغرافه السابق، ولا كاري كاري من الاشوط؟ عرفوني. كاري كاري المهاجم الغاني القادم من المرخيه، كاري كاري، ولكن سعد يحيى، سعد الدوسري مع لقطة النهاية. وأي نهاية، صافرة النهاية وأي نهاية، لقطة تعبر عن حال النادي العربي. فقدانه لهدف من ضربة جزاء، هدف تقليص الفارق، وسعد الدوسري يثبت أن السد، كل السد قدم مباراة كبيرة. من رأس الحرب بغداد الذي سجل، والهيدوس الذي سجل 3 أهداف، وتشافي الذي